بعد أن طالب أولياء التلاميذ في العديد من المرات بخفض حجم المحفظة التي أثقلت كاهل أبنائهم وتسببت في عاهات للكثير منهم، ها هو الوزير الأول عبد العزيز جراد يتكلم عن وجوب تقليص حجمها للتخفيف عن الأطفال. فمن الأهداف بتاعنا إن شاء الله في الحكومة هو أننا نعمم لكل مدارس الوطن هذا اللوحة الإلكترونية، ونقلص من عدد الكتب وثقل بتاع المحفظة. رفع مستوى التلميذ وتكوينه هو الهدف الذي سطرته الحكومة الجزائرية من خلال برنامج خاص بالتدريس بواسطة الألواح والصبورة الذكية. الآن باللوحات الإلكترونية ممكن الطالب يكون عنده كل الكتب في لوحة فيها 4 أو 5 غرامات يأخذها معه ويطلع الكتب. الآن التلاميذ تاعنا كلهم يعرفوا يستعملوا الهاتف النقال الكمبيوتر إلى غير ذلك. إجراءات قد تريح الأولياء من رحلة يومية مع أبنائهم لحمل ثقل المحفظة التي عذبت جسمهم النحيف.